فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تلحين وتزيين الصوت بالأذان أو في الأذان وحال الدعاء؟ حال الأذان مطلوب، تحسين الصوت به ورفع الصوت بالأذان شيء طيب، لكن ما هو بتلحين، تزيين الصوت به. تلحين هذا للأغاني، أما الأذان فهو ذكر لله عز وجل، يحسن الصوت به ويرفع الصوت به من غير مبالغة. وبقية السؤال تقول: تلحين وتزيين الصوت في الأذان وحال الدعاء. نعم طيب، أما التلحين لا. نعم، وحال الدعاء. وحال الدعاء، الدعاء ما هو أتى هذا في القرآن، تلاوة القرآن هي اللي تزين فيها صوتك، أما الدعاء ما هو قرآن. نعم، صوت عادي. نعم.